مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترند. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترند اوف ذا ويك. حفل زفاف اسطوري، كارثه في الصين، ازمه صلاح ومدربه، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. رحلة سياحية قصيرة لمصر من سنة فاتت بقت السبب في حفل زفاف أسطوري العالم كله بيتكلم عليه على السوشيال ميديا، وده بعد ما أقام الملياردير الأمريكي صاحب الأصول الهندية أنكر جين حفل زفافه على عارضة الأزياء الشهيرة أريكا هاموند، وكان على مدار 4 أيام في أكتر من منطقة أثرية بمصر، وكمان كان في حضور ل 130 ضيف. حفل الزفاف اتعمل ما بين أبو الهول وقصر محمد علي وجزيرة الدهب وبجوار تمثال رمسيس الثاني. الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي هو واحد من عشرات الفيديوهات المرعبة اللي تصدرت الترند خلال الأيام اللي فاتت، واللي اتصورت في مدينة شانجن الصينية. وزي ما احنا شايفين المدينة تعرضت لسيول ورياح قوية جدا كانت حرفيا بتطير الناس والشجر، وتسببت في فوضى كبيرة جدا في المدينة بسبب قوة الإعصار المدمر. والحقيقة أن الأسبوع اللي فات كان فيه أكتر من إعصار في بلاد مختلفة منها أمريكا وماليزيا، وتسببوا في دمار واسع جدا وتدمير أعداد كبيرة من المنازل بالإضافة لعشرات الضحايا. المشادة الكلامية واللي حصلت بين محمد صلاح نجم ليفربول ومدربه يورجن كلوب اتصدرت الترند في كل العالم تقريبا، وزي ما احنا شايفين في الفيديو اللي صوره واحد من الجمهور أثناء مباراة وستهام بتظهر حالة من الغضب على صلاح بسبب انه هيشارك في آخر 10 دقائق ورفض انه يسلم على مدربه، وده اللي خلى المدرب يشاور على دكة البدلاء وكأنه بيقول لو مش عاجبك ارجع للدكة، وبعد كده اتطورت المشادة بينهم قبل ما يتدخل لاعبي الفريق لتهدئة الوضع. وبكده نكون خلصنا فقرة ترندز اوف ذا ويك. مع اقترابنا من شهر مايو كل سنة بيكتر القلق والتوتر في اغلب البيوت المصرية، وده طبعا بسبب دخولنا لموسم الامتحانات واللي بيسبب في شدة الأعصاب وكتير من الضغوطات النفسية على الأهالي قبل الطلاب. والحقيقة إنه حالة القلق وشدة الأعصاب دي ما بقتش مقتصرة بس زي زمان على المراحل الدراسية المهمة زي الثانوية العامة مثلا، ولكن بقينا نشوف حالة طوارئ في كل بيت مصري تقريبا في أي امتحانات. ولأن فعلا الامتحانات بقت فترة صعبة جدا وخصوصا على الأمهات، واللي أكيد قلقهم ده بيتنقل لأولادهم اللي هم أصلا قلقانين. هيكون دلوقتي معانا الأستاذة إيمان عباس أخصائي نفسي ومدرب تربية إيجابية عشان نعرف منها إزاي نتعامل مع الضغوط دي. أستاذة إيمان أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة ريام. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إزاي الأهالي يقدروا يسيطروا على قلقهم عشان ما ينعكس على الأولاد. يعني بصي طبعا القلق والخوف دي زي ما انت قلتي من اكتر الحاجات اللي بتتنقل لولادنا حتى لو احنا مش واخدين بالنا ولا حتى لو بينا ان احنا يعني مش قلقانين، بس هو بيتنقل غصب عنهم، المشاعر بتتنقل بين الاشخاص وبعض من غير ما يبذلوا اي مجهود. مظبوط. فمهم ان كل ام تبقى حاطه في بالها ده، ان هي حتى لو فاكره انها يعني مش بتقول له حاجة أو مش يعني مش بتضغط عليه أو هي متوترة بس مش بتبين، لا أنا يعني للأسف الحقيقة بتقول والعلم بيقول إن المشاعر بتتنقل يعني من غير ما نبذل أي مجهود. يعني في خلايا في المخ اسمها خلايا مرئية بتنقل المشاعر بين الأشخاص وبعض من غير ما يتكلموا. فكده كده التوتر والقلق لما يبقى عندي هيتنقل لابني وأنا مش واخدة بالي، فالفكرة دي محتاجة تبقى في بال كل أم. الحاجة التانية اللي ممكن تساعدها إن القلق يقل إن يعني تفكر إيه اللي أنا قلقانة منه. يعني إحنا ساعات بيبقى في بالنا حاجات مش واقعية ولا حقيقية. أنا في بالي لو سقط، لو في بالي لو عمل وحش، في بالي هيجرى إيه، المدرسة تعمل فيه إيه، هيحل هيجيب كام. بيبقى في بالنا أفكار كتير 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 قوي، وبجد يعني 90% من الأفكار دي مش حقيقية، هي في بالنا بس. فأنا محتاجة أفكر اللي أنا بفكر فيه ده اللي في بالي هل هو في حاجة أقدر عليها، حاجة أقدر أسيطر عليها، ولا حاجة ما أقدرش. يعني مثلا إنه يحل وحش في الامتحان، ده بإيدي إن أنا أخليه يحل حلو، ده مش بإيدي. فدايما الأمور بتقع في حاجتين، حاجات أقدر عليها وحاجات تحت سيطرتي وحاجات
مش بإيدي ومش تحت سيطرتي. بس يا دكتور أنا برضو عايزة أقول لحضرتك حاجة في الحتة دي، يعني فضل. إحنا طبعا مفهوم إن مفيش حاجة نقدر نعملها كأمهات وقت الامتحان، بس هو الواحد بيبقى برضو بيفكر اللي هو ما هو لو عمل وحش في الامتحان يعني هيجيب درجات وحشه، ولو جاب درجات وحشه ما هو ده هيدخله جامعه او كليه هو ما نفسوش فيها، ولو هو ما دخلش الكليه الفلانيه هيبقى هو متضايق ومكتئب ومش هو ده المصير اللي احنا كنا عايزينه مثلا لابني او لبنتي. فهو برضو بيكون صعب على اي ام، انا بتكلم مكاني ده دلوقتي كاني ام. ايوه عندك حق، بس اللي انت بتقوليه ده في حاجه اسمها التربيه بالخوف وفي حاجه اسمها التربيه بالايمان. أوكي. انا التربيه بالخوف دي لما يكون متجمع جوه دماغي افكار كتير ان لو 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 فافضل في السيناريو ده ويقعد يكبر معايا واوصل للكليه كمان ان هو ما جابش مجموع ودخل كليه مش حلوه. فايه اللي بيحصل؟ انا بقى الافكار دي بتولد عندي تصرفات فيها انفعال، فيها هجوم، فيها حماية زايدة، فيها عدم حكمة، فيها تسرع، فيها توتر في العلاقة، فيها أوامر طول الوقت ومحاضرات طول الوقت. فالنتيجة تبقى إيه؟ عليا وعليهم طبعا، مش هيسمع كلامي، هيبعد عني أكتر، هيتمرد عني أكتر، عليا أكتر. لو مش قادر يطلع اللي أنا بعمله فيا هيطلعه في ناس تانية. صح. شخصيته بتضعف، بيفقد اي مهاره او اي ثقه بنفسه ان هو يقدر يعمل حاجه. فانا اللي انا خايفه منه هيحصل بسبب الافكار اللي في بالي. اوكي. اللي احنا بنبقى خايفين منه هو اللي هيحصل فعلا. فعشان كده محتاجين نتنقل لحاجه اسمها التربيه بالايمان والثقه. مظبوط. ان انا اقعد افكر ايه اللي بايدي اعمله انا دلوقتي، مش بايدي هو يحل وحش ولا لا، التوفيق اصلا بتاع ربنا كده كده. طب ايه اللي بايدي نعمله؟ ان انا اساعده ينظم وقته، ان انا اساعده ان جو البيت يبقى كويس، ان انا اساعده ان يبقى فيه تهيئه لمساعدته ان هو ينجز اكتر، ان لو في مجال ان انا مثلا ظروفي تسمح ان انا اودي واجيب بدل مثلا ما يروح بمواصلات لوحده ويرجع، ماشي اودي واجيب. يعني ايه اللي بامكانياتي، ايه اللي اقدر انا كأم اعمله عشان اساعده. لكن التوتر والقلق والخوف والسيناريوهات اللي في دماغي بتعطل، وبجد ما بتجيبش اي نتيجه غير ان انا بيحصل اللي انا كل خايفه منه. لكن لما بتنقل الناحيه الثانيه وبفكر ايه اللي انا في ايدي دلوقتي اعمله، انا النتائج ما اقدر، مش بايدي اعمل فيها حاجه، حله نفسه مش بايدي اعمل حاجه. على فكرة حتى مذاكرته وتدخيل المعلومة جوه دماغه ده بره إيدي، لكن إيه اللي بإيدي أعمله وأنا أبقى واعية وإن الفكرة دي تبقى حاضرة في بالي وجوه دماغي كبيرة؟ أنا إيه اللي بإيدي أعمله؟ بإيدي أعمله إن أنا مش هشغل التلفزيون، إن أنا هساعده إن ما يقعدش على التليفون كتير، هساعده إن أنا أنظم له وقته لو محتاج مني مساعدة إن أنا أنظم له جدول، ده اللي بإيدي أعمله. فلما ألاقي إن أنا بعمل اللي بإيدي أعمله وأقول خلاص انا بعمل والنتيجه على ربنا، زي الفلاح بالظبط اللي بيزرع في الارض، انا الفلاح بيحط الحاجات اللي الارض محتاجاها والنتيجه بتاعت ربنا، الزرع شكله يطلع ازاي ده بايد ربنا، ده مش بايدينا. ونعم بالله. دكتور لو لاحظت ان ابني او بنتي ما بيحبوش ماده معينه او هم مش شاطرين فيها وبيجيبوا درجات مش كويسه فيها، اعمل ايه عشان اشجعه من غير ما احسسه بضغوطات ان هو يتحسن في الماده دي؟ يعني علوم الدماغ بتقول ان المواد اللي هي يعني احنا صعب شايفين ولادنا يعني قاعدين بيعانوا منها شوية، ان انا اقعدهم نقعد نذاكر المادة دي من 20 ل 25 دقيقة ماكسيمم. مهما كان السن ايه؟ بصي يعني كلها الراوند، يعني انا لو مثلا هتكلم مثلا في اولى ابتدائي لو واحد عنده 7 سنين لا هو انا هيقعد ربع ساعه بس، مش هقدر اكتر من ربع ساعه. ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، ربع كده، يعني السن لحد مثلا 10 سنين 11 سنه من ربع لثلث ساعه، ممكن بعد كده من ثلث ساعه ل 25 دقيقه بالكثير. ليه؟ لان المخ بيبدا يحس بالزهق لما بيقعد اكتر من كده على نفس الماده. أوكي. وياخد بريك 10 دقائق ويرجع لها تاني يا دكتور ولا خلاص؟ ويرجع لها تاني. قد ايه مده تاني؟ بالظبط. الفصله دي بتخلي المخ تاني يستعيد نشاطه ويبقى مستعد ان هو يستقبل الماده اللي هو مستعصيه عليه.
وبنعمل بقى طرق للمذاكره، يعني ممكن مثلا يكتب اللي هو مش يعني بيستراجل فيه او اللي هو بيعاني فيه شويه، بيعاني منه، ممكن يسجل فويس نوت ويرجع يسمعها، ممكن ان هو يقولها لمامته، ممكن يقولها لاخوه، ممكن يقولها وهو بيتمشى، ممكن يقولها وهو يعني رايح جاي للمطبخ وراجع. فكل لما غيرت طرق المذاكرة كل لما كانت ثبتان المعلومة أكتر وأعلى. يعني هو هيذاكر المادة 25 دقيقة، بعدين ياخد 10 دقائق أجازة بريك، ياخد 10 دقائق بريك، بعدين هيرجع تاني، هيرجع برضو 25 دقيقة تاني. ايوه من أوكي. 20 ل 25 دقيقه أوكي. بس هي الفكره ان احنا بنغير من شكل المذاكره. يعني انا كتبت اللي انا دلوقتي عماله اذاكره، يبقى المره الجايه هسجله على الموبايل، والمره اللي بعد او بعد كده اروح سامعاه، وبعد كده المره الجايه هقراه، وبعد كده المره اللي بعدها هشوف فيديو ليه. فانا كل لما بغير من شكل المذاكره مخي بيستوعب ده اكتر وبيثبت المعلومه اكتر وبيتثبت عليها. طيب ده في حاله لو هو ازاي يذاكر الماده دي، لكن او هو مش شاطر في الماده دي. طيب لو هو ما بيحبش الماده دي احببه فيها ازاي؟ بصي، فكره ان انا احببه في الماده، انا دي حاجه زي ما بقول دايما دي خارجه عن سيطرتي، يعني مش فكره ان هو يحبها دي انا ممكن ما اعرفش اخليه يحبها، بس انا ممكن اساعده بالطرق دي ان هو تبقى اسهل عليه في المذاكره، وابقى متعاطفه مع فكره ان هو ما بيحبهاش. في ناس مثلا ما بتحبش الماث مثلا رياضه، انا هقول له انا فاهمه انك انت ممكن تكون مش بتحبها، وبتخلينا هنقعد 20 دقيقه هنحل، خلينا نقعد 20 دقيقة هتتفرج على فيديوهات، خلينا نقعد 20 دقيقة انت منهم 10 هتقول فويس نوت القواعد، وبعد كده تقعد تسمع القواعد. فأنا هسهل عليه، هي الطرق دي بتسهل على الواحد المعلومة انها تدخل. فأنا مش ضروري يحبها، يعني احنا نفسنا ككبار مش ضروري نكون بنحب كل المواد اللي أخذناها. بس يا دكتور ساعات بيقولوا ان المدرس مثلا بيحبب الطالب في الماده، يعني ناس كتير مننا مثلا حبوا ماده معينه بسبب طبعاً. المدرس اللي بيدرسها طبعاً. فبحس طبعاً. ان دي حاجه ممكن تتعمل، ان انت تحببي الطفل او التلميذ في الماده. في الحاله دي لو انا اخذت دور المدرس وقعدت انا اشرح كلمه كلمه وفتفوته في الدرس، فانا هقعد بقى بطرق مختلفه اقعد اوصل المعلومه. خلي بالك برضو المدرس طبعا دور مهم جدا طبعاً. جدا جدا، لان هو فعلا اللي عليه العامل الاساسي اذا كان الولد يحب الماده ولا لا. فانا ام، انا مش مدرس على فكره في الاخر، انا ام، فانا لازم ابقى فاكره دوري. هو المدرس ليه دور والام ليها دور طبعا. فانا لو انا قررت ان انا اخد دور المدرس وافضل بقى يعني استخدم طرق علشان يحب الماده، لو انا عندي القدرات والمهارات دي حلو جدا طبعا، بس لو انا ام عاديه ما عنديش المهارات دي طبعا. ما عنديش مهارات المدرس. هل صح ان الطالب يفضل يذاكر لحد اخر لحظه قبل الامتحان ولا لازم يفصل شويه؟ لا، بيحتاج يفصل شويه عشان الذاكره تبدا تشتغل وتعرف تجيب المعلومه. فانا خلاص ذاكرت، ممكن بقى حاجه قلقان منها شويه اذاكرها قبل النوم على طول وانام وخلاص، والصبح بقى ادخل الذاكره بتشتغل كويس بعد عدد ساعات نوم معينه. فلما انام اراجع وانام كويس، بصحى قدرتي على استرجاع المعلومات من الذاكره بتبقى اعلى بكتير. طب نراجع قبل دخول الامتحان على طول ولا لا يا استاذه منال؟ ملهاش قاعده ثابته بصراحه. في ولاد بترتاح انها عينيها تشوف الحاجه قبل ما تدخل، وفي ولاد المراجعه بتوترها وبتخليها بتنسى، فدي ملهاش قاعده ثابته، دي حسب الشخص نفسه اللي بيريحه. في ممكن يكون حد جرب انه يراجع فمرتاح للطريقه دي، وفي حد تاني جرب انه ما يرجعش وهو مرتاح دي. بس هو المهم جدا ان انا اراجع قبل ما انام وانام كويس طبعا. هو اللي بيخلي الذاكره تشتغل كويس النوم الكويس. هو ده المهم. إيمان عباس اخصائي نفسي ومدرب تربيه ايجابيه، بشكرك جدا على المداخله. بشكرك قوي قوي، شكرا. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. دلوقتي خلونا نروح نشوف فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا.
وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب، وزي ما احنا متعودين في الفقرة دي بنشوف تفاعل المشاهير على السوشيال ميديا، وكمان بناخد جولة جوه الأكاونتس بتاعتهم في كل الأبليكيشن بعد طبعا تألقها في مسلسل كامل العدد بلس 1 في رمضان 2024، واللي حقق نجاح كبير جدا وتصدر السوشيال ميديا في النص الأول من رمضان. وهي كمان بتحتفل دلوقتي بنجاح فيلمها الجديد شقه اللي تعرض في العيد ولقى إعجاب من الجمهور واقتربت إيراداته لأكتر من 40 مليون. دينا الشربيني من عشاق التيك توك، عشان كده هنبدأ بيه، وتقريبا كل يوم لازم تنشر فيديو ليها على التيك توك. بيتابع دينا الشربيني 1,500,000 فولور، وهي بتتابع 18 أكاونت منهم هشام ماجد وياسمين الرئيس، وحققت 4,200,000 لايك لحد دلوقتي. من التيك توك للإنستجرام بيتابع دينا الشربيني 12 مليون فولور، وهي عاملة فولو ل 622 أكاونت. نشرت لحد دلوقتي حوالي 592 صورة وفيديو. تعالوا نشوف الصور والفيديوز دي عبارة عن إيه. طبعاً زي أي فنان بتنشر فيديوز وصور البوسترز وكواليس أعمالها، ولقينا أنها نشرت أكتر من 50 صورة لأعمالها. دينا بتتميز جداً ببساطتها في الستايل بتاع لبسها، ولاحظنا أنها بتحب أكتر لونين في اللبس، الأبيض والأسود، وأحياناً ألوان مبهجة زي الأورنج والبينك. دينا الشربيني نشرت أكتر من 40 صورة ليها لإطلالات في مهرجانات سينمائية، ودايماً اختيارات فساتينها بتلفت الأنظار. دينا الشربيني بتهتم جداً بلياقتها البدنية وبتحب الرياضة جداً، ونشرت فيديو ليها وهي بتلعب رياضة وحقق مليون مشاهدة على الإنستجرام. دينا الشربيني عندها على الفيسبوك أكتر من 5 مليون فولور، وآخر فيديو نشرته كان كواليس مسلسلها الجديد كامل العدد بلس 1، والفيديو ده حقق أكتر من 500,000 فيو. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب. دراما رمضان السنة دي شهدت ظهور أكتر من موهبة شابة، وشفنا كتير من الفنانين الشباب بيتألقوا وبيعملوا أدوار فعلاً بتعلم مع الناس، بس ضيفتنا النهاردة مش بس عملت دور مميز، لأ دي كمان الشخصية اللي عملتها اتصدرت الترند وبقى يتعمل عليها فيديوز وميمز كتير جداً بسبب حب الناس للشخصية. منورنا النهاردة الفنانة اللي كانت ترند السوشيال ميديا في رمضان، ميران عبد الوارث. ازيك يا ميران؟ ازيك يا ريهام؟ الحمد لله، انا مبسوطه ان انت موجوده معايا النهارده. وانا كمان. عملتي قلق انت في رمضان جامد جدا بسبب شخصيه دكتوره ملك. الحمد لله. اخترتي الدور ازاي؟ واحكي لي طبعا عن كل حاجه، هسالك حاجات كتيره جدا بس واحده واحده، اخترتي ازاي الدور؟ طبعا هو احنا يعني في المرحله دي من كاريري مش احنا بيتعرض علينا ادوار، مش بنختار قوي. وطبعا كامل العدد الجزء الاول كان نجاح، كان يعني مسبب نجاح كبير قوي، ولما عرفت ان هم بيعملوا جزء تاني وحد كلمني for an audition كنت متحمسة قوي قوي. أعتقد دور ملك كان دور مركب يعني، وفي كده هم عايزين حد بمواصفات معينة، مش عايزين حد يكون شكله اللي هو خبيث أو شخص بجد بيخطف الرجالة، عشان دايما الشخصية دي فعلا بتكون دايما بتطلع في معظم الأدوار اللي هو تحسيها شريرة قوي. بالزبط. أو بني أدم عايزة تخرب بيت حد قوي، أو فده كان بالنسبة للمشاهد جديد. بالزبط. ان احنا نلاقي حد وشه وملامحه تحسيها طيبه ومش عايزه تاذي حد، هي دي بجد مشاعرها. بالظبط، هي دي بقى الفكره، في ان ملك بتحب حد والموضوع جاي من يعني ممكن دافع فقدان ابوها، فهي شايفه دكتور احمد في مكانه ابوها قوي ومفتقده حاجات كتير قوي، بتحس بيها مع دكتور احمد. فالموضوع كان بريء، ما فيهوش نوع من انواع الخبث اللي يمكن ناس كتير كانت عندها غضب تجاهه، عشان فكره ان هما بيحبوا العيله دي قوي، مش عايزين حد يجي جنبها، بس هي البنت ما عندهاش اي نيه وحشه او سيئه يعني. فكان دور لذيذ، بس في نفس الوقت كان عندي تخوف قوي هي الناس هتفهمه ولا لا. فكنت بتبسط قوي لما الاقي حد يقول لي انا تعاطفت معاكي، اما تنسحبتي عليا كنت بحس بمشاعر ملك. وطبعا كان في جزء كبير قوي مش طايق ملك، عايز يخنقك وعايز يموتك وكده. بالظبط، فكان في ده وكان في ده، وبالنسبه لي طالما يعني ده وصل والشخصيه كانت مستفزه وفي نفس الوقت اثرت في ناس تانية، فده كان بالنسبه لي تمام. بيقولوا على الادوار اللي زي دي كومبليكيتد، معقده جدا، ان انت تكوني بتعملي اكشن 99% من الناس مش هتحبك عشانه، بس في نفس الوقت مش عارف يكرهك بسبب ملامح وشك وطريقتك وانت بتمثلي، فده بالنسبه لي دور مركب او دور معقد. صح صح، وانا بحب الادوار دي قوي لان انا بحس ان هي اقرب للانسانيه من اي حاجه. احنا مش لون واحد ولا احنا اتجاه واحد، وما يعني عمري ما اقتنعت بفكره الطيب بس والشرير بس. حتى ملك اكيد كان عندها لحظات هي مشاعرها متغلبه فيها، فمش عقلها اللي سايق قلبها اللي سايق، فممكن بالزبط. يكون دي اللحظات اللي هي انسانه او بني ادمه فيها، هي غلطت، هي عملت عدت حدودها، وده اللي هي قالته في اخر مشهد يعني لما كانوا بيبريك اب او يعني بيسيبوا بعض. كانوا بيسيبوا بعض. بالظبط،
ففي الاخر برضو مفيش بني ادم ولا ملاك بس ولا شرير بس، فاهمه قصدي؟ فبحب الادوار اللي فيها المزيج واللخبطه دي، لان بيبين لك قوي مدى الانسانيه الشخصيه. صح. يعني. طب انت كنتي متوقعه ان الدور ده يعمل نجاح كده؟ يعني زي ما انا قلت في التقديمه كان في كم ميمز طلعت عليكي وعلى الدور بتاع دكتوره ملك كتيره قوي. بصراحه لا، مش بالطريقه دي. يعني هو وانت بتقري الورق هتشوفي قد ايه ملك شخصيه محوريه، يعني في طبعا محرك اساسي في الجزء الثاني، لان بتشوفي قد ايه اللاين بتاع ليلى واحمد يمكن ده اكبر ثريت فيه. فهي كشخصيه مؤثره قوي في الكتابه اصلا وفي الاحداث وفي كل ده، ولكن يعني كان في دايما فكره انت هتعرفي تعملي البصمه دي ولا لا. هي بقى الممثل هو اللي هيعرف، يعني فاهمه، ياخد الموضوع بجد ويديله مكانته، يا ممكن حد يجي فاهمه. فالحمد لله كان في توفيق من عند ربنا طبعا. ان الدور مهم قوي، بس ما كنتش عارفه انا هعرف اقدم ده ولا لا. قدمتيه وقدمتيه بيرفكتلي وكان هايل وكان حلو جدا. الحمد لله. في ممثلين كتير او فنانين كتير بيقولوا انا عملت الدور ده عشان كان في جزء منه شويه شبه شخصيتي الحقيقيه. حسيتي باي حاجه من الحاجات دي؟ ممكن اكون حسيت المشاعر دي قبل كده، بس ما عملتش نفس التصرفات. اوكي. ففي في حاجات بيني وبين ملك مشتركه، ولكن يمكن انا انضج من ملك شويه، ما كنتش هعمل التصرفات اللي هي المتيامه قوي العاطفيه قوي دي، لا. يعني انا عقلي سابق عن قلبي. سابق قلبك. طيب نرجع لورا شويه، بداياتك في التمثيل احكي لي عنها. اوكي. انا اول بدايه ليا كانت مع دكتور بيتر ميمي في كلبش 2، كان الجزء الثاني المسلسل كلبش، وكانت بدايه موفقه جدا، لان كلبش الجزء الاول كان مكسر الدنيا والناس كلها كانت بتتكلم عنه، واعتقد ساعتها كان من اعلى النسب المشاهده في رمضان يعني. فلما دكتور بيتر كلمني على طول على الجزء الثاني كنت متحمسه قوي، وكانت اول تجربه تمثيل، بس ما كانش عندي اي ادوات او عوامل للتمثيل، فكنت خايفه من ده شويه، بس قلت يلا انا هنط في البحر. وعملت كده، وبعدين عملت نمره 2 لو انت شفتيه، ده كان مسلسل حلقات يعني بتتكلم على نفس الموضوع ولكن مش متصله ببعض. منفصل. منفصل بالظبط. عملت حلقه مع امينه خليل واياد نصار، وبرده كان مسلسل متشاف وكان ناجح جدا، وكان مواضيعه كلها مثيره للجدل وناس بتتكلم عنه. وبعدين قعدت سنتين مش متوفقه في الشغل خالص، فقررت ان انا كان ساعتها بقى بيتعرض عليا افلام قصيره كتير. فقلت طيب انا هستغل السنتين دول في ان انا اطور من نفسي. انا بسمع كمان الافلام القصيره دي بتساعد الممثل ان هو بيروح بجد حته ديب جدا وغويطه جدا في التمثيل. صح، دي حقيقه، وفعلا ساعدتني قوي ان انا يعني اكتشف حاجات كتير قوي عن نفسي، وفي نفس الوقت بشغل عضله التمثيل، مش اللي هو مش بعمل حاجه في دراما او حاجه متشافه، ففي نفس الوقت بتاخدي اكسبوجر بطريقه مختلفه، وتشتغلي مع فنانين بطريقه مختلفه، وعلى مواضيع يمكن تكون انسانيه اكتر وفيها فعلا الدراما اللي انت بتتكلمي عنها دي. فعملت ساعتها 6 افلام قصيره، ودرست بقى في ورشتين، واحده في مصر وواحده بره، وكنت بشتغل بقى جنب ده يعني، اللي هو بضيع وقتي، لحد ما جالي بينا اللي هو كان في 2023 اعتقد، وكان ريفو 2 معاه، يعني كنت الاثنين بصورهم وانا لسه بشتغل برضه. فكانت مرحله كده صعبه قوي، بس يعني الحمد لله جدا، عشان عندي فول تايم جوب وعندي الاثنين دول، فكانت صعبه، والاثنين عكس بعض تماما. انت الشغل او اي حد بيشتغل في شركات هيبقى فاهم ان انت شغلك الصبح، الناحيه الثانيه ده بقى 24 ساعه ملوش مواعيد، مش مفهوم خالص. بس وبعد بقى بينا ميعاد، يعني بينا ميعاد يمكن كان اول اللي هو نقله كده من بعد فتره السنتين دول، وبعدين ريفو الحمد لله عمل بصمه فظيعه. وبس بقى، وبعدين كملت بقى بينا ميعاد الجزء الثاني، وكمل العدد الجزء الثاني، ومعلم، وكان عندي دور صغير قوي في الحشاشين. طب تفتكري ليه البنات اهتموا قوي بدور دكتوره ملك؟ دكتور ملك اعتقد لاسباب كتير. قوليلي بقى، انا عايزه اعرف شويه اسباب كده. ماشي. يعني بيتهيألي ان النموذج ده موجود في المجتمع، يعني اصلا اللي هو فكره ان البنت تنجذب لحد في مرحله عمريه اكبر منها شويه. حاسه ان اي حد هيبقى مفتقد الاب، ومش لازم مفتقد الاب ان الاب متوفي، ممكن يكون الاب في البيت مش مأدي الدور، او مش البنات مش حاسه ان هي شبعانه من الحب والاهتمام والحنان بتاع الاب، فساعات بيروحوا يدوروا على ده في حته تانية. فاعتقد ان ده نموذج متداول جدا، ويعني انا شفته، وبالنسبه لي حاجه كان مهم قوي طرحها، ان احنا بنطرحها بالطريقه دي، عشان كده كنت مبسوطه قوي ان ملك
كيس موجوده بجد في المجتمع، مش حد اللي هو شرير وعايز ياذي البيت وخلاص. احنا مش بنحاول نعمل احداث سبايسي فانت هتعملي ايه في الجزء الثاني، لا هو ده بجد حقيقي وبجد موجود. فحاسه ان ده جزء. الجزء الثاني يمكن بقى الناس اللي بتحب ليلى قوي ومش وفاهمه اللي هو مش عايزين اي حد يجي جنب كيان او اللي هو البيت ده، فكان في طبعا الغضب بقى والتوحش اللي هو كان تجاه ملك ده. وفي بقى ناس عادي مستفزه من الدور، يعني ولا هم هنا ولا هم هنا، بس في اللي هو انا انت بنت مستفزه ابعدي عن الدكتور ده اللي حصل فعلا، ابعدي عنه احنا بنحبها بالظبط. ايوه بالظبط. اكتر دور عملتيه من كل الادوار اللي انت عملتيها حاسه ان هو كان قريب من شخصيتك الحقيقيه؟ ريفو. اشمعنى نور؟ يعني بصي، بعيدا عن الاكستريم اللي هو ان هي نصبت يعني، ويمكن عندها نور شخصيه مش سويه بطريقه اكستريم شويه، بس طريقه لبسها وجرأتها وفكره انها مستقبلها وطموحها اهم من اي حاجه، فيها كده جراءة معينة كنت حاسة ان هي شخصيتي قوي. وهنا دايما اصلا بحس ان يعني بريفير لريفو قوي في حتة ان الكاستنج يا جماعة من الاول خالص لو كان صح هيطلع من الممثل احسن ما عنده، لان انت اصلا جبتي حد اوريدي في روحه من روح الشخصيه. فمش هتبقى اللي هو ايه ده دي ممثله شاطره قوي. هي ممكن تبقى ممثله فعلا شاطره، بس في فعلا كاستنج كان مظبوط، فاهمه قصدي؟ غير لما تروحي تجيبي حد مش شبه ده قوي فما يعرفش يهيت البوينت بتاعه الكاركتر ويطلعه بنفس القوه دي. فاعتقد ان لا، نور لبسها والستايل بتاعها وانا كان طول عمري اصلا نفسي يعني اعيش فتره التسعينات والعجمي دي، يعني لحد دلوقتي اصلا ساعات برجع باللبس عشان كل حاجه رجعت يعني تاني. أيوة الحمد لله. فده بلاقي نفسي مياله قوي للستايل التسعينات والفاشن ده يعني. لا هم بصراحه وده الوقت اللي باباكي كان بالزبط. اكثر وقت مشهور فيه واكثر بالزبط. وقت كان مكسر الدنيا فيه بالظبط. طب احكي لي شويه بقى عن البيت. والله انا الحمد لله نشأت في بيت فني جميل، يعني صراحة بعتبر نفسي شخص محظوظ جدا، لان كمان كان عندنا كروس كولتشر، ماما سورية وبابا فنان، فكان في كده مزيج غير تقليدي فاهمه، فكان بيديكي وبيغذي فيكي حاجات مش يعني. في المدرسه كنت دايما بحس ان انا مختلفه قوي فاهمه قصدي، مش عشان انا مختلفه، عشان حاسه ان اصلا القصص اللي انا حتى طريقه كلام مامتي مش شبه طريقه كلام امهات صحابي. بابايا واهتماماته وبيرسونا بتاعته وشغله مختلفه تماما عن اغلب، ان مش ما كانش يعني كومن ان انت تلاقي ممثلين او اولاد ممثلين كتير في المدرسه يعني. فكنت بحس بان ده في نوع من انواع التميز وده كان حاجه حلوه قوي. البيت نفسه كمان كان فيه فن وفيه برضو انا بحس يعني، او بابا كمان يعني انا هرفير لبابا، بس اغلب الفنانين بيبقوا مثقفين طبعاً. دماغهم كبيره وواسعه، فكان ده كان بصراحه عامل مهم قوي في نشاتي، ان بابا ما كانش الاب القفل اللي هو لا، بيستوعب حاجات كتير قوي ومتفهم حاجات كتير قوي. يمكن الحمد لله ساعدتني على اني اكون شخص سوي وما عنديش خوف من الكيان ده، يعني في احترام ليه طبعاً. بس ما فيش الخوف بتاع لا بالعكس انا بجري عليه واقول له، يعني لما اعمل حاجه اكستريم شويه او ممكن تكون اي بنت هتخاف تواجه بابا لا بروح اقول له جدا، وهو كان بيحتضن ده. وبالعكس هو كان يعني حريص قوي على فكره ان انا ان انتوا تبقوا صحابي اكتر من ان انا اقعد وتخافوا مني بالظبط. بس انت شكلك كنت قريبه من باباكي اكتر من مامتك صح؟ عشان بابا شبهي قوي يعني. بابا بصراحه هو اللي حببك اكيد في التمثيل. على فكره خالص انا ما كنتش بحب التمثيل بسبب اللي انا بشوفه بيحصل فيه فاهمه قصدي؟ يعني بابا كان برضو بياخد الموضوع على قلبه قوي والموضوع بيضغطه نفسيا جدا، وكنت بحس اصلا ان لا هو على طول مضغوط، هو مش مرتاح، هو بيعيش في الدور جدا، او بيبقى عايز يحضر له قوي وعايز يعمل كل حاجه صح. ففهمت بقى دلوقتي عشان انا بجد يعني نسخه انت مش فاهمه، ساعات مامتي بتبص لي دلوقتي وانا مثلا قاعده بذاكر في البيت تقولي سبحان الله يعني فاهمه، مع اني ولا عمري كنت بركز في الحاجات دي، ما كانش شغفي خالص يعني. عشان كده حتى مثلا لما حد بيقول لي اللي هو انت شفتي ايه من حاجات بابا وكده، مش اغلب الحاجات شفتها، ما كنتش اصلا مهتمه بالتلفزيون والاعمال دي، كنت بحب المسرح جدا وكنت بروح المسرحات اللي هو بيعملها اغلبها، لان انا بحب الروح ده اصلا والمزيكا بتاعت المسرح وحضور الممثلين على يعني ده بالنسبه لي كان فن قوي. بس عامه الافلام والمسلسلات وكده
كنت بتفرج على حاجه لما هو يقول لي انا عايزك تشوفي ده. ف والحاجات اللي اتعرضت في وقت يعني في حاجات كتير قوي طبعا ما لحقتهاش للاسف عشان صغنونه. بالظبط. طيب احكي لي عن كواليس كامل العدد والحشاشين في رمضان. اوكي. الحشاشين كان بريف قوي للاسف، انا رحت صورت يوم واحد تقريبا يعني اقل من حتى 14 ساعه فما لحقتش قوي، بس فكره اني دخلت اللوكيشن اصلا يعني دخلت شفت مدينه اصفهان دي وعامله ازاي، لا الموضوع كان مبهر جدا جدا جدا. وبعدين احساس حلو قوي لما تشوفي الحلقه، اتفرجت على الحشاشين قبل يعني احنا صورنا في نص رمضان فكان تقريبا اتعرض 7 حلقات فكنت شفت شويه، شفت 6 حلقات تقريبا وبعدين رحت صورت، فانت بتشوفي بقى الميكنج فاحساس طبعا فظيع الصراحه، وهم عاملين شغل يعني برودكشن ضخم جدا يعني وشغل محترم صراحه، فلا يعني بارك لهم جدا على ده. وكنت فخوره قوي ان انا حتى لو بعمل حاجه صغيره بس كان فارق لي قوي ان انا اقدم ميرون بطريقه مختلفه، يعني كان عاجبني ان انا كان عندي لاين شعبي ولاين تاريخي ولاين مودرن، فانت تقدري تبرزي نفسك او موهبتك بالظبط بطرق مختلفه، فحتى لو كان دور زعوم مش بفكر فيها بالطريقه دي اللي هو ده يعني انت مثلا عامله دور كبير في كامل العدد طب ليه هتروحي تعملي مشا، لا اصل ده ظهور مختلف تماما وبالعكس ده عمل يعني في حاجات كده لازم تعمليها بتحطي في السي في بتاعك، فاهمه قصدي؟ طبعا ومسلسل كبير جدا دي حاجه حلوه، حتى لو انت حاسه ان الدور كان صغير بس برضو هو مسلسل كبير والناس كلها اتكلمت عنه وكان ترند ولسه ترند لحد دلوقتي بالظبط، فدي حاجه كويسه جدا يعني بالظبط. طيب وكواليس كامل العدد شبه المسلسل جدا يعني ما فيش اي حاجه مختلفه بجد، ضحك وهزار طول الوقت وفي روح الاطفال دي وفي روح البيت والعيله يعني لا بجد الموضوع مريح نفسيا بطريقه مش طبيعيه، يعني اتمنى يبقى في امتداد للمسلسل ده حتى لو ملك ليها مشاركه او لا، بس عامه المسلسل ده مهم لصناع المسلسل وللناس اللي بتتفرج كمان. انت عملتي كمان زي ما احنا قلنا ريفو 2 و 404 كلميني عنهم شويه. ريفو برضو كان اعتقد من المسلسلات الاستثنائيه قوي من واكتر واحد انت حباه من حيث كل حاجه، لان كنت بحس ان احنا شله صحاب يعني مش ما فيش يمكن في كامل العدد برضو في اجيال مختلفه كتير فانت فاهمه اللي هو قريبين قوي من بعض جدا، بس ريفو تقريبا معظمنا في حتت قريبه قوي من بعض في العمر حتى لو في يعني باك جراوندز مختلفه او في منهم موسيقيين اصلا في الاصل وفي منهم مش ممثلين عامه وفي ناس لسه بتعمل ده لاول مره، برضو كان في هارموني مش طبيعيه من كل حاجه يعني كواليس برضو ريفو يعني كلنا حتى بنتكلم في ان يعني يا ريت نجمع نفس فريق العمل ده في اي عمل مع بعض اللي هم الكرو الكي كرو نفسه وكل الكاست، فلا بحب ريفو جدا ومسلسل عزيز على قلبي قوي واعتقد ده وصل للناس، يعني بحس ان الحاجات اللي بيبقى فيها طاقه حلوه كده وانت بتعمليها بتوصل صح من الشاشه جدا. 404 ده كان مشهد صورته من 4 سنين مش عارفه انت عارفه ولا لا، بس 404 بقاله كتير قوي اصلا يعني بقاله تقريبا البروجكت كله تقريبا بقاله 12 سنه وهم قعدوا بقى مش عارفه كتير قوي بيدوروا على منتج ويعني كل بقى البروسيس دي انا سمعتها يعني قريب وهم بيحكوها، بس المشهد ده صورته من 4 سنين ولما كلموني قالوا لي دور صغير مع استاذ هاني خليفه الصراحه، وطبعا قالوا لي منى زكي يعني كان بالنسبه لي تمام يعني مش مشكله هو ايه، بس برضو في حاجات كده كممثله كنت حاسه ان انا حابه اتعرف مثلا على استاذ هاني، يمكن ما يبقاش عندي دور كبير في الفيلم ده بس يفتكرني في حاجه تانية او يحصل بينا تعامل تاني، فبتبقي شخص مألوف بالنسبه له مش اللي هو اول مره يشوفك، فحبيت ان انا اعمل الظهور ده حتى ولو هو كان بسيط، وزي ما بقول لك كان من 4 سنين يعني فكانت فتره مش كنتش بشتغل فيها خالص برده، فقلت طب حلو ان الواحد يبقى بيعمل حتى لو حاجه بسيطه. ولما شفت الفيلم صراحه كنت فخوره جدا ان حتى لو عندي مشهد بس ده فيلم قوي قوي يعني حبيت قوي الموضوع بتاع الفيلم اصلا، عشان ما قريتش طبعا انا ما قريتش لما يعني لما بيجي لك اللي هو مشهد صغير او كده مش شرط تقري العمل كله، بس تروحي تعملي المشهد نفسه بتفهمي الكونتكست بتاعت المشهد وخلاص. بس لما اتفرجت على الفيلم كنت متفاجئه قوي من قوته من ان احنا بنطرح موضوع مهم زي ده وفي جرأة فكره ان احنا
بنتكلم على واحدة بتصارع الشهوات بتاعتها واستقامتها في الدين، يعني دي مش حاجات بنشوفها كتير دلوقتي. وانا كاميرون بتكون موجودة بس ما بنبقاش عارفين عنها، لانها اكيد حاجات برضو موجودة جوه المجتمع طبعا، بس قصدي مش بتشوفيها في مواضيع درامية بالزبط. او في افلام يعني بالزبط. بحس ان الناس بتخاف قوي تتكلم عن الدين شوية، الناس بتخاف تظهر الصراعات دي قوي، يعني بحس ان هما بيتفادوا ده. فاتبسطت قوي ان بالعكس يعني ده اكيد مثال موجود في المجتمع، وناس كتير قوي مش شرط تكون ذات اكستريم، بس يعني ايمين عندهم الستراجل ده طبعا، فاهمه قصدي؟ فبس يا ميرون انا كمشاهده اوكي بصراحه انا شايفه ان الجينريشن الجديد او الجيل الجديد عامل مجهود جبار وشاطرين جدا واثبتوا نفسهم بطريقه مش طبيعيه، واخدوا يمكن في الاول ادوار صغيره جدا بس فضلت تكبر الادوار دي واحده واحده في كل سيزون وفي كل عمل اللي وراه كانوا بيكبروا فيه، وفي امثله واسماء كتيره جدا صح. وبصراحه احنا كنا محتاجين ده طبعا، لان الفنانين بتوعنا اللي احنا اتربينا عليهم كجنريشن بتاعي انا مثلا كبروا، ففي ادوار ما بيقدروش هم كمان يطلعوا فيها ويعملوها صح. وجي الجنريشن اللي انت منه اثبت نفسه واختار ادوار لايقه عليه وعارف يعملها كويس قوي، فانا شايفه ان انتوا بصراحه يعني كجيل اثبتوا نفسكم وعملتوا اكتر مجهود ممكن يعني. ثانك يو. انا بصراحه فخوره بجيلنا جدا، واعتقد ان احنا محظوظين لان احنا عندنا كمان عوامل تساعدنا كتير قوي. زمان ما كانش عندهم برضو الانترنت ووسائل صح. وده اصعب طبعا، فان انت هم محتاجين عندهم معهد الفنون المسرحيه، عندهم شويه كتب لو عايزين يقروا، عندهم شويه افلام محتاجين يتفرجوا عليها، وحتى صعب ان انت تعرفي تجيبي الافلام دي، مش زي دلوقتي انت تدخلي على اي حاجه هتجيبي اي فيلم واي مسرحيه تتفرجي عليها. فاحنا محظوظين قوي عشان عندنا يعني مصادر كتير قوي نعرف نكبر نفسنا بيها، فاللي ما بيعملش كده بصراحه يبقى هو مستهتر. بس انا مش شايفه اصلا نماذج دي في جيلنا، وعامه حتى الشخص اللي ما بيشتغلش على نفسه مش هيثبت، يعني هي دي الفكره، ان حتى لو قال لك هيطلع مره مرتين وخلاص. مش هيثبت نفسه ونهى كاريره بسرعه بالظبط. فاللي بيفضل في القمه وبيفضل يشتغل وبيفضل يكبر هو الشخص اللي بيشتغل على نفسه فعلا ويفضل يطور من نفسه، لان التمثيل مش انا عندي موهبه فتمام، هي الموهبه مش هتفضل مسكناني في المكان ده، لازم اشتغل على عوامل كتير قوي. الفنان ده برده متعلم ويتعلم فوكال كلاسز ويروح يتعلم لغات تانية، وممكن يبقى بيلعب رياضة فيبقى فيت ان هو يعمل ادوار معينة تاني. يعني انت عندك عوامل كتير قوي تشتغلي عليها وتفضلي تاخدي ورش وتطوري من نفسك وتذاكري بره وتذاكري هنا وتقري مسرحيات وتسمعي كتب، يعني في مصادر كتير قوي، يعني بحس ان مش المفروض ان احنا نستهتر طبعا. وده بيبان، يعني بيبان جدا انت بتشتغلي على نفسك. يمكن من اكتر الحاجات اللي بتبسط فيها لما بسمع بتتقلي ان انت مثلا بينا معاد واحد لبينا معاد اتنين في فرق، فبالنسبه لي ان كان في شويه شهور طبعاً. حتى مش سنه وانتوا حسيتوا بده، فدي حاجه من هو ده يعني هو ده، بس ان يفضل فيه تطور. مش مهم بقى انا مش هبقى هاخد بطوله مطلقه بكره ومش عايزاها اصلا غير لما ابقى مستعده ليها، لكن ان انا اكون بطور من نفسي، ان اللي بيتفرج عليا حاسس ان انا كل شويه بكبر سنة لحد ما في يوم من الايام هيبقى عندي الستامينا ان انا اشيل حاجه زي دي صح. بس طب غششيني وغششي ترانز، عندك ايه جديد؟ اوكي بصي هو مش جديد، هو اعتقد ده حاجه يعني كانت الناس سمعت عنها. انا كنت بصور مسلسل مع احمد حاتم وايه سماحه، ومعانا يعني ممثلين كتير لذاذ، هما الاسمين لذاذ اصلا جدا. اسمه السرداب، واحنا كنا شغالين عليه والمفروض كان هيبقى اوف سيزون، بس الظروف يعني بغير ارادتنا العمل ده وقف، وبعدين سيزون بدا فكله طبعا اتسحل في رمضان وكده، وراجعين نصور تاني. مش عارفه طبعا هيتعرض امتى ولا اي حاجه، بس ان شاء الله نخلصه يعني في الفتره اللي جايه، واعتقد ده اللي عندي يعني دلوقتي. بقيه الحاجات لسه ما فيش اي حاجه ثابته، يعني في كلام على حاجات، في اوديشنز، في حاجات بتحصل، بس ما عنديش حاجه ثابته. ميران انا بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، ومبسوطه ان انا قابلتك، وانا كمان، وانت نورتيني بجد. ميرسي، وربنا معاكي، وانت بجد تستاهلي احسن حاجه في الدنيا. شكرا. وكملي في اللي انت فيه ده، انت جميله، واختاري دايما ادوار حلوه كده زي ما بسطتينا في رمضان. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي في نفس الميعاد. باي باي.